والجزائر كغيرها من الدول، واعية بحجم التحديات البيئية، لذلك أولت أهمية كبيرة للبيئة في تشريعاتها وسياساتها العامة. فدستور الفاتح من نوفمبر 2020 نص في ديباجته على أنه يظل الشعب منشغلا بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي، وحريصا على ضمان حماية الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية، وكذا المحافظة عليها لصالح الأجيال القادمة. كما نص أيضا على أنه للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة، وألقى على الدولة واجب السهر على حماية الأراضي الفلاحية، ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاهيتهم، ضمان التوعية المتواصلة بالمخاطر البيئية، الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى، إلى جانب حماية البيئة بأبعادها البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة الملوثين. علاوة على ذلك، فقد أدرج الدستور البعد البيئي في تسمية وصلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي باعتباره هيئة استشارية موضوعة لدى رئيس الجمهورية ومستشار للحكومة، وأوكلت له عدة مهام من بينها التشاور والحوار والاقتراح والاستشراف والتحليل. كما يوفر ذات المجلس إطار المشاركة أو إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة.